وينضم إلينا في الاستوديو رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزيف طرباي. مساء الخير دكتور. مساء الخير أنا. عندما تحدث الرئيس نجيب ميقاتي عن تمويل المحكمة والإقدام على هالخطوة، قال أنه هالشيء رح يتم من ميزانية رئيس الحكومة، كيف انتقل الموضوع لإلكم؟ دولة الرئيس ميقاتي وقت أعلن عن التمويل قال سنتدبر أمر تمويل خارج الأطر العادية التي تتطلب الذهاب إلى مجلس وزراء وتحقيق توافق سياسي قانوني حكومي بالمقياس العادي. وبالتالي أن المفاوضات التي جرت لإنجاز هذا الموضوع في وقته تمت بصورة تسويات خارج الإطار العادي، لذلك تم اللجوء إلى حساب يستطيع رئيس الحكومة تحريكه بدون مجلس وزراء يلي هو حساب هيئة الإغاثة، وتم الدفع من حسابات هيئة الإغاثة بطريقة بالطبع مؤقتة على أمل أن تحل المشكلة بعد ذلك، سواء كان ذلك بتمويل طبيعي عادي عن طريق مجلس وزراء أو باللجوء إلى الهبات والمساعدات الداخلية أو الخارجية. كيف تقرر أنه جمعية المصارف تتبنى الموضوع؟ جمعية مصارف هذا الموضوع بهم بشكل رئيسي موضوع الاستقرار السياسي، وأيضا موضوع إبعاد لبنان وإبعاد القطاع المصرفي وإبعاد الاقتصاد اللبناني عن موضوع التجاذبات الدولية. نحن اليوم في منطقة نعرف ما يحصل بالمحيط، نعرف أننا بمناخ غير مستقر، بمناخ يؤدي بالفعل إلى تغليب الفوضى على الاستقرار. موضوع المحكمة كان من جملة المواضيع التي يستهدف فيها لبنان. صحيح. من أجل إلحاق الشبهة بسمعته المالية. إطار دكتور، كان لبنان عم يضغط، وخاصة قطاع المصارف عم يخضع لضغوط خارجية، وخاصة قصة البلان الكندي، هل يمكن القول خاصة بعد التهديد أنه إذا لبنان ما بيسدد حصته من المحكمة الدولية رح يتعرض لكوبيت، هل هالخطوة تمت تحت أي ضغوط خارجية؟ لا، نحن ما تعرضنا لضغوط. بالطبع وقت بيكون في ضغوط بتتم على الدولة لا بتتم على القطاع الخاص. يعني حتى إذا أخذنا مثلا ما يجري اليوم في سوريا، نرى أن الضغوط طالت البنك المركزي السوري فلم تطال القطاع المصرفي، إنما طالت أشخاص ومؤسسات. إذا نحن وقت نقول أنه عم نفدي لبنان بهالقصة هذه، ما عم نقول عم نفدي لا القطاع المصرفي بس ولا عم نفدي مودعي المصارف، عم نفدي الاقتصاد ككل، لأنه نحن بمناخ سياسي إقليمي صعب، بمناخ سياسي داخلي صعب جدا، بصورة خاصة قبل وقت تمويل المحكمة، قرار تمويل المحكمة حصل، ما في شك أنه حصل توافق سياسي معين حتى تم التمويل بطريقة سلسة. وأما بقي موضوع الدفع مصدر المال، تدبروا أمرهم بصورة مؤقتة من مصدر غير مستمر وغير دائم. نحن جئنا عندما بالفعل تبين لنا أنه موضوع تغطية هذا المبلغ سيخلق مشكلة جديدة نحن في غنى عنها، ارتأينا كجمعية مصارف وبالإجماع، أنا أقول بالإجماع، يعني أقول إجماع المصارف التي تمثل كل فئات المجتمع اللبناني وقطاع الأعمال، وقررنا بالفعل إجراء القيام بهذا التدبير، والحمد لله توفقنا فيه. رئيس جمعية مصارف لبنان دكتور جوزيف طرباي، شكرا لك. شكرا.